يا غادة جنبي وحدة تسلم عليكي ومشتاقة لك هواية هواية بس ما قادرة تسلم عليكي وتقول انها هي مشتاقة لك كثير. يسعد صباحك يا بس اهلا بكم انتم فعلا هذا كلش مشتاقات للجديات. ان شاء الله نتلاقى كلنا على خير ان شاء الله. انا اليوم قبل اي شيء ابغى اقول لك هابي بيرث داي وعام وانت بخير حبيبتي ان شاء الله دائما اشوفك مبتسمة وسعيدة وجودكم وبصحة وسلامة. واحنا جبنا لك شيء بسيط يوسف اعطيني بليز هذا الورد بس مخصوص لنا من حياتي امي لانه دائما تنورينا حبيبتي امي كلش حلوه كلش حلوه شكرا جزيلا منوره بوجودكم يعني انتم ما تعرفوا بس لما تدخل الاستوديو مو بس الاستوديو المبنى كذا طاقتها الجميله وابتسامتها تدينا كذا حب وحنان حق الام بس ما ساره حتبتشيني لا 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 بس هو الفكره اليوم انت مو بس بتعطينا اياه احنا اليوم كمان نبغى حتبكي من جد بس ما لا 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 راح اسيطر على نفسي لا اجيب مناديل لا 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 طب تبي تقولي كلمه اي شيء لا حكيش كلش حلو واني اشكركم بالعكس واني اعتبركم انتم والله أولادي وإخواني العائلة مالتي عن جد وبهالمناسبة همينة سارة أحب أرحب بخليل وأقول لنا ورد صباح الخير يا عرب يا خليل صباح الورد مهندسة ويمكن أول يوم تقابلنا فيه يمكن وجهك خير علينا حبيبي الحمد لله الحمد لله أبويا اليوم حطيناكم في الجزء الشمالي الشرقي تتكلمين أنت وسارة وفعلا هذه الاتجاهات مهمة كثير في حياتنا جدا اليوم يمكن حنركز على الناس اللي يحتاجوا حبك وحنانك بزيادة اليوم خاصة أنه هذه يمكن الفترة صار في أزمة للناس أنه نفسياً ومالياً ومادياً وكل صح. الأزمات جات في هذه الفترة صح. نبغى نساعدهم اليوم ونبغى نقويهم إن شاء الله. خلينا نبدأ كيف؟ أوكي. هي عبارة عن خطوتين الخطوة الأولى أنه أكون قوي والخطوة الثانية شلون أتهيأ وأخطط للمرحلة القادمة. طبعا سارة إحنا رح نحكي على هاي النقاط لكن حنعززها بتمارين وتقنيات من علم التشيمان. التشيمان هذا أيضا فد علم اللي هو معناه طاقة الإنسان أوكي. اللي هو علم من علوم الميتافيزيقية الخمسة اللي نعرفها. فلو نجي أول شيء على إنه شلون نكون أقوياء. إذا إحنا خلينا ببالنا إنه الحياة عبارة عن دورة وهذه وبها مراحل ازدهار نمو ركود ولو نرجع على التاريخ نشوف انه التاريخ يكرر نفسه وبنضبط هذا ايضا ينطبق على نظريه او الفلسفه الصينيه لينغ وليانغ اللي تقول لك الحياه عباره عن هذه المراحل لكن هدفها للوصول الى التوازن فببساطه يا ساره اذا خليت ببالي انه هذا الشيء طبيعي وانه اني لازم اكون قوي حتى أقدر أتحدى أو أتجاوز هذه الصعوبة يعني بكلمة ثانية أنه دائما نحط في بالنا أنه حتيجي أيام كويسة وأيام لا ما طبيعي كويسة وهذا شيء طبيعي سارة زين بس سارة يعني مثل ما قلتي إحنا بشر وكلتنا تجينا حالات يصير عندنا حباط فقدان ثقة بالنفس عدم التوازن أيوه من غير سبب أوقات بالضبط تصحي من النوم من جد كذا يعني مالك خلق بالضبط وهذا شيء جدا طبيعي يعني مو عيب اللي يصير به هيك شيء مو عيب لأن وراها مرحلة صعود إن شاء الله حتى نعزز هذه الحالة بينا أو خلي نقول نكبح هذه الطاقة ونعزز الطاقة الحلوة بينا عندنا في التمرين وتقنية كلش حلوة إنه إحنا نقعد وظهرنا نحو الغرب أوكي. زين السؤال أكيد رح تسأليني بس ما شلون أطبقها أوكي اللي نحتاجه فشي كل السهل بوصلة هذه البوصلة تمام اللي عندنا إياها طبعا كل موبايلاتنا بها هذه البوصلة أوكي. ببساطة هسه راح أقوم وأشوفكم ببساطة خل نتخيل هذه غرفة يلا نوقف هادئة أوكي يلا. زين سارة نتخيلها غرفة هادئة أوقف بوسط الغرفة وأشوف الاتجاه جاتك مسج ما قرأته والله بس جات مسج ليش حق تقريها زين فراح نشوف إنه اتجاه الوست وين صاير منا أوكي تمام زين بما إنه إحنا هسه ما نقدر نغير الكرسي فخل نتخيل إنه هذا الوست أوكي أقعد لمدة انت ظهرك للغرب ظهري أوكي. ظهري أوكي. ظهري للغرب أوكي. ظهري للغرب زين اقعد لمدة 10 دقائق واستخدم كلمات تعزز وترفع من معنوياتي مو الا شرط تكون كبيره ومرتبه اي شيء ببالي حتى اعزز واقوي نفسي واعزز الثقه وارجع التوازن بنفسي شو اقول مثلا انا عندي ثقه بنفسي انا أثق بنفسي ثقتي بنفسي قوية أنا شجاعة لمدة 10 دقائق وبصوت عالي في عدد معين تكرريها ولا لا لمدة 10 دقائق أيوة أيوة. وهذا التمرين سارة بالمناسبة تقدرين تكرريه مرتين باليوم يعني تقدرين تكرريه الصبح ورا ما تقعدي من النوم أو تقدرين تسويه قبل ما تروحين للفراش أنا سمعت بس ما أعرف إذا صح بس أنه يفضل في الليل عشان لما تنامي يبقى في عقلك الباطن ممكن الاثنين صح في ناس يقول لك هيك وفي ناس يقول لك الصبح لأن طاقة الصباح طاقة كلش مفعمة بالحياة
هوايات وبعدك نشاط وتريدين تبدين يومك بهذه الكلمات التشجيعيه. بسالك سؤال يعني شوي شخصي. اي تفضلي. ايش الكلمات اللي انت تقوليها لنفسك عشان بصير زيك يعني؟ انا هاي دائما اسويها. اني ذكيه، اني شجاعه، اني استلم الاخبار، استلم المعلومات بسهوله، واني اتعلم بسهوله. يا سلام. دائما اقولها. حلو. وطبعا انا دائما همينة سارة اكون ممتنه اليوم، يعني عاده من اقعد الصبح 10 كلمات ممتنه لزوجي، ممتنه لبيتي. تعدديهم. اعددها واكررها يوميا، ممتنه لحياتي، ممتنه لاصدقائي، دائما انا لان الامتنان من التمارين اللي كلش كلش ترفع من معنوياتي صراحه. هذه بالنسبه للخطوه الاولى، يعني احنا نصحى الصباح نضي ظهرنا للاتجاه الغربي ونقول هذه الكلمات لمده 10 دقائق. حتى شنو ساره؟ حتى اعزز الثقه والشجاع وارجع تقوي نفسك، ارجع التوازن بداخلي. والخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه التخطيط للمستقبل او المرحله القادمه. الكل يعرف ما قبل كورونا وبعد كورونا عالمين مختلفين. أيوة صحيح. تمام ولا لا؟ راح نخش مرحله جديده بها شروط وبها ظروف جديده. طبعا اهم هاي فد ملاحظه حلوه، فد نصيحه، اهم الشروط أخطط وأنفذ الآن. يعني الخطط طويلة الأمد ما قامت تمشي. أي زين. حتى أني أكون أماشي هذه الفترة لازم أكون مرن. مرن شلون؟ أشتغل على نفسي، أطور نفسي، أدرس شيء جديد. وأنتوا هسه كنتوا تحكون على فقرة عن الدراسة ومهمة التعليم. كل الأطفال صحيح. أتعلم للكبار وربة البيت، أتعلم خبرة، مهارة جديدة. هذه المهارة الخبرة راح أتعلمها راح تساعدني إنه أطور نفسي بعملي وبنفس الوقت أحافظ على مكانتي بعملي، بحيث أخلي المدير ما يشوف بس أنا. بس أقول لك شيء، أنا لاحظت في ناس اللي هم يعني شوي نيجاتيف يعتبروا سلبيين، يقولوا لك أنا مو لازم أتعلم شيء جديد، ضغطوني. انه يعني ليش لازم اتعلم شيء جديد؟ المهم اعدي هذه الفتره بسلام. شيء يزيد لي خبره لسببين سارة، اذا نقدر طبعا. طبعا هسه بوسائل التواصل يعني الدورات والدروس التعليميه مكومه على الاونلاين. وبالمناسبه تكون هوايه جديده كمان. وبالمناسبه ترى الاونلاين والتكنولوجيا راح يكون يعني من الوظائف الجدا مهمه لهذه الفتره الى سنه 2043 بالمناسبه. فمن حتعلم هذه الشغله اولا ححافظ على مكانتي بالشغل، وبنفس الوقت لا سامح الله إذا أنا خسرت وظيفتي عندي فد وظيفة أنا متعلمها أو فد خبرة متعلمها أقدر أنه أتكل عليها هذه الفترة. وهذا الشيء ينطبق أيضا حتى على أصحاب المهن الصغيرة اللي مثلا اللي يطور نفسه دائما. يطور نفسه شنو؟ أنه يركز يتعلم فد آب، يستخدم آب وأعرض منتجاتي على الأونلاين. عرضوا المنتجات والأفكار على الأونلاين. كثير قلناها يا بسمة أنه هذه الفرصة، يمكن دائما من الأزمة تطلع فرصة جديدة، الواحد لازم بس يجدد من أفكاره. بالطبع. بسمة يعطيك العافية. الله يخليك. وأنا أحبك كلش هواية هواية. وأنا صح؟ كلش هواية صح. لو أنا هنا كانت تريق علي. لا لا شكرا لك. شكرا على الورش. شكرا جزيلا حبيباتي. شكرا على هذه كلها من جد افكار جميله ومن جد خطوات لازم الواحد يعزز ثقته بنفسه ويكلم نفسه ويحس انه لازم دائما يفتكر انه في ايام سيئه بس دائما بعدها ايام حلوه ان شاء الله.